خريجة معهد آداب مدرسين قسم معلم صف فرع دارة عزة، بس بصراحة لقيت حالي في مجال أنا ما بحبه، لذلك وقت اتيحت لي الفرصة أني سجل في الجامعة، وقت صار المجال أني أدرس اختصاص تاني سجلت الاختصاص اللي أنا بحبه وبرغب أشتغل فيه. سجلت صحافة وإعلام في الجامعة الدولية للعلوم والنهضة، حاليا الحمد لله أنا صرت سنة ثانية، عم حاول أن أطور في حالي من خلال أنه عدة دورات تدريبية في هذا المجال هي التصوير والتصميم والمونتاج. عملت أيضا في عدة فرق تطوعية، كنت متطوعة في عدة فرق أيضا، أنه كنا نشتغل على التوعية أنه أي ظاهرة مثلا بعاني منها المجتمع نحاول نساعد المجتمع، أي شيء نقدر نساعد المجتمع فيه وبعض العوائل اللي بتحتاج مساعدة كنا نساعدهم. أنا بتمنى أني أقدر كفي في هذا الاختصاص حتى أقدر أني سلط الضوء على أكثر الظواهر والمشاكل اللي عم يعاني منها مجتمعنا بشكل عام وأني عم تعاني منها المرأة بشكل خاص. بوجه رسالة لكل البنات يلي بعمري بفئة الشباب، يعني أنه أي شيء بدك يا أنت حاولي توصلي له، طالما أنت مقتنعة فيه الإصرار والإرادة أهم شيء حتى تقدري توصلي وتحققي حلمك، وبإذن الله تعالى رح توصلي.